حبيبكم عليه الصلاة والسلام، سبعة تجري على العبد بعد موته، سبعة أعمال. يا أخي امسك عمل واحد، يا أخي امسك عمل واحد بس، حتى إذا مت ترى ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام ينسوك الناس. من أول ليلة المفطحات تقوم، الدنيا كلها تقوم، يقولوا صدقة لروح الميت، إن شاء الله أنها صدقة، اصنعوا لآل جعفر طعاما كما أقصد أريد. لكن بعد ذلك قدم لنفسك عمل صالح يا أخي المبارك. والله يا بعضنا الآن وبعض الشيبان ظهر حنى مسكين وحاجباه عرضه الشيب وهو باقي يسدد في البنك العقاري. لماذا؟ لأرض اشتراها أو لبيت استأجر أو لبيت عمله لأولاده. أقول بيض الله وجهك وجزاك الله خير. طيب الآخرة يا أخي، ماذا قدمت للآخرة؟ ماذا قدمت لنفسك؟ لا تستنى أحد يصدق عليك، لا تنتظر أحد من المحسنين يحسن إليك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أريد من الليلة أن نفكر من هذه اللحظة أن أعمل عمل صالح يدر علي حسنات بعد موتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم سبعة من الأعمال تجري على العبد بعد موته. قال علما نشره، علم ينشره بين الناس. بعض الناس يقول طبعا أنا ما عندي علم ولا أقدر أخطب ولا ألقي محاضرات. اكفل داعية بستمائة ريال بسبعمائة ريال ينشر عنك العلم فتصبح إن شاء الله ممن دخل في هذا البند. علما نشره، قال أو نهرا أجراه أو نخلا غرسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أو بئرا حفره. اللي قواك وعانك أنك تبني بيت ما شاء الله وعمارة، تستطيع بإذن الله أن تبني لك وأن تحفر لك بئرا. يا إخوان الصدقة أفضل الصدقة الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه سعد بن عبادة، نعم النبي إلى النبي، جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتت أمي وهي تحب الصدقة، فبماذا أتصدق عنها؟ قال عليك بحفر البئر أو اجري لها عينا. يا إخوان حفر البئر في بعض الأماكن بخمسمائة ريال، أقسم بالله لو تعطى زوجها خمسمائة ريال وعليها يمين ترى وعندها زواج لا ترميها في وجهك، صح ولا لا؟ تقول لك ألبس ولا أسوي ولا مد للناس يا حبيبي. خمسمائة ريال عند الشيخ فرح العقلة، هنا شيخنا الشيخ فرح العقلة في مؤسسة اللي عندهم جاء حق جمعية أمير منصور بخمسمائة ريال عفوا يحفر بئرا. اطلع شوي بئر آخر في بعض البلدان بتسعمائة ريال، اطلع شوي. ليش احنا ليش ارتفع السعر؟ ربما بخمسمائة ريال يسقي حوالي أربع بيوت، ربما الذي بألف ريال يسقي عشرين بيت، الذي أعلى منه حسب ما أعرف بثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة. تحفر بئر يا حبيبي يكن يدر عليك حسنات إلى قيام الساعة، يدر عليك حسنات إلى قيام الساعة.